شروتن يمنح التقدم لاتحاد طنجه في حدود الدقيقه 19. كره بينيه جميله على الطبق من هذا السيست عالي حيث تيكي تاكا طنجويه جميله بين من بين محمد الشيبيلي اكسل ميف. دقيقه ربع ساعه متبقيه شوط اول، يبقى الشوط متوسط على مستوى الاداء لكن مع افضليه لاتحاد طنجة منذ الدقيقة 19. كرة لفريق الركوز البعث عن الفرصة. جول 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 يقدم ربو يعدل النتيجة في حدود الدقيقة 31. هكذا أراد الركوز أن يبحث عن التعديل بعد الهدف الذي استشره اتحاد طنجة، بادر من خلال بعض البناءات الهجومية لكن الفرصة تجي في حدود الدقيقة 31. إذا طارق الزاتي عنده حصيلة هدف وسجل من خلال نقطة الجزاء، لثاني كرة تتاح لطارق الزاتي من ركلة الجزاء. ركلة الجزاء السابقة كانت تسجل، الآن يختار المبادرة، يختار تحمل المسؤولية طارق الزاتي أن يفعل طارق أم يكون التألق من جانب الحارس. رواية فرصة النقاط الثلاث بالنسبة لفريق اتحاد طنجة. إذن سيكون من طارق الزاتي أمام مادي وايا طارق الزاتي فرصة.